مرحبا متابعيني، انا مسافره في القطار وصارت لنا مشكله. يجب على المؤمن يا اخوان ان يتصبر ويجاهد نفسه. حلوه شباب، ايش بدنا نسوي يعني؟ خلصني. الو، سلام. خلال هذا الفيديو القصير اللي شفتو دابا، تكون طاحت لكم في بالكم الفكره ديال هذا الفيديو اللي غتكون عباره على مراجعه او لا ردات فعل او لا رياكشن على واحد السلسله اللي ناضيه بزاف، وانتم غتكونوا شفتو بزاف ديال اليوتيوبر كيديروا مراجعه لشي كيديروا كاينه المراجعه بزاف للسيريات والافلام اللي كيكونوا في نتفليكس. وانت انا بغيت نجرب زهري وندير مراجعه لواحد السلسله اللي سميتها المصباح، وهذا ماشي الجزء الاول ديالها ديال هذه السلسله وانما الجزء الثاني. وبعد ما نجح الجزء الاول من هذه السلسله، قرر احمد شارف اللي هو المخرج ديال هذه السلسله يدير الجزء الثاني، والارقام ديال الجزء الاول كتحدث على النجاح الكبير اللي حققته، لاعلى فيديو تقريبا وصل ل 30 مليون مشاهده اللي شي حاجه كايناش في اليوتيوب العربي كاع. وبما ان الجزء الاول نجح، الشيء اللي خلى احمد شريف ينزل بالجزء الثاني اللي نزلت منه حلقه السبت اللي فات، واليوم غتنزل الحلقه الثانيه، ولا ما عرفت تكون نزلات فاش يكون تحط هذا الفيديو تكون نزلت الحلقه الثانيه. غنديروا مراجعه الحلقه الاولى اللي انا تفرجت لها اللي شي حاجه واعره 30 دقيقه ما تحس بيها كاع. ولكن قبل ما نبداو ندويو على الحلقه بنفسها، ندويو على العنوان ديال السلسله اللي سميتو المصباح، اللي صراحه ما عرفتش شنو الهدف من هذا السميه، ولكن من خلال الراي المتواضع ديالي يقدر يكون سما المصباح حيت كاين تشابه بين السلسله اللي كتكون من حلقات وكل حلقه بموضوع مختلف ولكن في نفس الخط او في نفس السلسله، والمصباح اللي كاملين كتعرفوا كتكون كل دائرة بوحدة ولكن في نفس الخط اللي كيجمعهم. ما عرفت ممكن يكون هذا هو الغرض من هذه التسمية. انتم اكتبوا لي في التعاليق شنو بان لكم في التحليل. دابا غنهضروا على العنوان ديال الحلقة اللي هي رحلة عابرة، اللي الحلقة كاملة عبارة على واحد المسافرين في واحد القطار انطلقوا من واحد البلاصة وغادي يوصلوا لواحد البلاصة معينة، ولكن واش غيوصلوا ولا لا؟ هادشي اللي يعني هذا هو الموضوع ديال الحلقه كامله. ما بغيتش نحرق عليكم الاحداث حتى تدخلوا نتوما تفرجوا، المهم ندير واحد الاطلاله بسيطه بحال اللي تقول سطحيه، غنشوف شنو كاين في هذه الحلقه. الحلقه كتبدا بواحد سوء التفاهم او مدابزه ما بين المسافرين او الركاب، الشيء اللي خلى السائق يخرج يشوف شنو واقع. ومع خرج من المقطوره ديالو من كيسوق، عاد تدات للباب، مع تفكر نص البطاقه باش تفتح ديك الباب لداخل في المقطوره، مع خلى سرعه القطار مثبته في 160. والحاجه اللي خلى الاكشن تزيد هو انهم اتصلوا عند السائق من المقر او من المحطه ولا ما عرفت شنو سميتو، وقالوا ليه باش يوقف في المحطه الجايه اللي بعيده ب 10 دقائق، حيث انه من بعد 20 دقيقه في نفس السكه كاين واحد القطار مبلوكي في الطريق خاسر، يعني الى ما وقفش غادي بوم وغيدخل فيه. ومن هنا غتبدا الاكشن والدراما والكوميديا وكل شيء مخلط في حلقه واحده، وداك الشيء ناضي هنا غنكونوا كنهضروا على كميه الابداع اللي كاين عند احمد شريف وبطبيعه الحال عند الفريق كامل اللي خدم ديك الحلقه. نقدروا نسميوها حلقه او لا تحفه، اللي فيها 30 دقيقه اللي ما تحسش كاع بالملل ولا تحس بشي فراغ داخل الحلقه. كننصحكم انكم تفرجوا فيها، وهادشي غير حلقة واحدة او لا حلقة الاولى، فما بالك بالحلقات الاخرين والحلقة الاخيرة اللي احمد شريف براسو قال لها غتكون حلقة مفرقعة، يعني هادشي قالها. والحلقة الاولى انتم شفتوا النتيجة، يعني فما بالكم بالحلقة الاخيرة. ما بغيتش نتعمق في الفيديو اكثر ونطول الفيديو 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق، قلت غير مراجعة سطحية. هي بغيتو تفرجوا في الحلقة، ما عليكم الا تكسبوا المصباح الجزء الثاني وتفرجوا فيه. الحلقة الاولى تكون نزلات، الحلقة الاولى نزلات السبت اللي فات، والحلقة الثانية تكون نزلات اليوم. تلقاو في فيديو جاي. تهلاو. ما قلتي لي انت شنو برجك؟ الحوت. صدق؟ انا الاسد. ام بي صدق؟ الحوت والاسد وين يركبوا مع بعض؟ ويموتون مع بعض.